دلوقتي مع حضراتكم منظور مدينة العاشر من رمضان. هنقابل هناك عمد الطباعة في مصر. قال المهندس مدحت السويدي عندهم أحدث خطوط طباعة في العالم. آخر ماكينة جايبينها تمنها 42 مليون جنيه. همهم تطوير جميع الصناعات وخاصة الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل. خليكم معنا. دلوقتي حضراتكم في دار المهندس مدحت السويدي للطباعة، عمدة صناعة الطباعة في مصر. ربنا يديله الصحة، وهو وأولاده كريم ومحمد وشهاب جدعان بجد، وفاهمين يعني إيه طباعة ديجيتال وأوفست لجميع أنواع المطبوعات الورقية بغرض التغليف والتعبئة والدعاية. وبالمناسبة هم مبتكرين وعندهم حلول دايماً في الطباعة وتصنيع أبوات التعبئة والتغليف لجميع الصناعات، وخصوصاً الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل. وعلى فكرة قدراتهم رهيبة في الإبداع والابتكار للعبوات اللي خلتهم النهاردة رقم واحد في السوق المحلي، ومش بيلجأ ليه إلا كل مصنع بيحب منتجه وبيدور على النجاح. وخلي بال حضراتكم، دار مدحت السويدي للطباعة في العاشر من رمضان اللي عمرها النهاردة 33 سنة من الخبرة، فيها أحدث ماكينة HB للطباعة في العالم، وهي الوحيدة اللي موجودة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، واستثماراتها تجاوزت 42 مليون جنيه بخلاف تجهيزاتها في الدار. وبصراحة ألوانها تسحر العيون وبتطبع أي ورق، وقدراتها مذهلة فعلاً لأنها ممكن تطبع ورقة واحدة أو كذا شكل في أوردر واحد، وما بقاش صاحب المنتج ملزم بطباعة عدد ضخم من مطبوعاته، يعني تكلفة الورقة الواحدة زي المليون ورقة. وبالمناسبة المهندس مدحت السويدي أخلص لمهنة الطباعة وصرف عليها وطور من نفسه، ولسه محتفظ بأول مكنة طباعة أوفست اشتراها عشان يعمل دفاتر لشغله وتجارته وتبقى مشروع صغير على جنب، فخطفته وبقت حياته كلها. ومن مطبعة صغيرة في ديار بنجم بقى عمدة الطباعة في مصر. تعالوا في البداية أعرفكم على محمد السويدي اللي بيشتغل في الطباعة من وهو طفل على فكرة، وبيلف معارض العالم مع والده عشان يجيبوا لمصر أحدث تكنولوجيات الطباعة في العالم. وعلى فكرة هيعرفنا على مكنة HP الأحدث في العالم واللي بجد تعتبر مكنة طباعة خارقة. عايز أعرف إمكانيات المكنة دي، حكايتها، انت بهرتنا في معرض باكبروس. حكاية المكنة دي بدأت سنة 2014، كنا في معرض دروبا في ألمانيا، ده أكبر معرض مكن طباعة في العالم كله، إن شركات العالم كلها قدام منك. فبصراحة أكتر حاجة فعلا أبهرتنا هي HP Indiegogo. المكنة دي بقى يعني ما شاء الله عليها، يعني زي ما قول كده فيها قدرات خارقة. يعني إزاي يعني؟ مكنة ديجيتال بقى، اعمل كل اللي انت عايزه، اطبع أي حاجة في أي وقت. احنا مصر كلها شغاله علب اوفست، هو كل اللي قدامنا ده علب ديجيتال، كل اللي قدامنا ده من انتاج المكنه هنا علب ديجيتال، طباعه نفسها ديجيتال. يعني ايه ديجيتال؟ يعني احنا صفر ستوك، انت ما بتامنش اي حاجه، يعني المخزن بتاعك هو دايما طول الوقت ما فيهوش علب. ليه؟ لان انت بتطلب على القد بالظبط، على حسب الديماند بتاعك. طب بعد شهر انا عايز كمان 500 بس، بعمل لك ال 500. طب هغير في التصميم، بغير في التصميم. طب هغير التصميم كله، غيره كله. طب هعمل ال 500 دول عندي خمس عملاء، فكل عميل هياخد 100 علبة، اعمل لك ال 100 علبة للخمس عملاء. هنا هو ده الديجيتال بقى، ابدا زي ما انت عايز، خلي الرف بتاع المنتج سواء في صيدلية سواء في محل سواء في ستور كبير، اعمل اللي انت عايزه كله نفس المنتج الاوروبي. الديجيتال ده فتح لنا اسواق برضه في التصدير، لاني زي ما قلت. ازاي؟ احكي لي. معظم دول العالم متشبعه بصناعه الطباعه او التعبئه والتغليف، ولكن الديجيتال، الطباعه الديجيتال، ولو نيجي مثلا هنا على محيط الدول القريبه من مصر زي ليبيا زي السودان زي الاردن زي فلسطين، اللي احنا بنخاطب دلوقتي الاسواق دي وبالفعل بنصدر ليهم طباعه ديجيتال. هي الفكره ان هم هناك ما عندهمش ديجيتال، فاحنا هنا الحمد لله كل الصعوبات تقريبا يعني نصها اتزال. طبعا اتزال بايه؟ بفضل التكنولوجيا الديجيتال اللي موجوده عندنا، لان انا النهارده بقى عندي ميزه تنافسيه قويه جدا. انا دلوقتي ما بطلبش منه اي عدد، لا، اطلب اللي انت عايزه وممكن اشحن لك ده بشحن جوي كمان، فدي ميزه تنافسيه قويه جدا. طبعا هو طبعاً. هناك ما هو عنده مطابع هناك ولكن ما عندوش ديجيتال. المكنه قدام حضراتكم HP من نوعيه Indiegogo 10K،
تعتبر أحدث أجيال ماكينات الطباعة في العالم. ألوانها غريبة وبتطبع شيتات بلاستيك بي في سي، وبتطبع 7 لون وحبر شفاف وأبيض لأول مرة في مصر. ده بخلاف ألوان الأو في جي البرتقاني والبنفسجي والأخضر، ودي ألوان لأول مرة نستخدمها بالجودة دي في الطباعة في مصر. متعودين دايماً في الطباعة بتاعتنا هنا، وده اللي كان بيخلي الناس على فكرة تروح لبنان والصين، اللون مهزوز، الطباعة مش راكبة على بعض، فصل الألوان مش سليم. مظبوط. أنا هنا أنت مدرسة، اللون مظبوط، هي ده ال 42 مليون جنيه. مظبوط جدا، اللون مظبوط جدا. الحاجة التانية برضو أن أنا النهاردة الشركة دي مثلا هتعمل بروموشن النهاردة، فهي عايزة 1000 علبة، فأنا بديها 1000 علبة، بعد كده ممكن تقفل العلبة وتنزل السوق. بالظبط كده. طب عايز 1000 تاني برضه، نفس ال1000 هيتعمل وبنفس السعر. فهي دي طبعا فايده الديجيتال. العلبه دي الاول كانت بتيجي مستورده من بره، ما كانش حد عنده التكنولوجيا ولا حد يعرف النو هاو بتاعها. هتقول لنا شويه كده عن ابداعات المكنه دي، تقدر تعمل ايه؟ اول حاجه احنا ممكن نستخدم تكنولوجيا الالوان الجديده اللي هي الاو في جي، الاورنج والفايلت والجرين، وده الجيل الجديد من الالوان او من شركه بانتون العالميه، زائد طبعا الاربع الوان الاساسيين اللي هم السي ام والواي والكي، دول اول اربع الوان موجودين. برضه موجود هنا الحبر الابيض، وده طبعا حبر مميز جدا، ان انا اجيب خلفيه غامقه او ارضيه غامقه واطبع عليها بالحبر الابيض، اطبع اسم محمد السويدي بالحبر الابيض، او اطبع صوره بالحبر الابيض، ده رقم واحد. اقدر هنا اطبع طبعا على الخامه اللي هي بتاعه الكانفاس. حاجه بتشوف اي بورتريه بيبقى موجود على الكانفاس، مفيش مكنه في مصر بتطبع على ورق كانفاس، احنا هنا الحمد لله بنطبع على ورق كانفاس. ممكن اعمل علبه بلاستيك، ممكن اعمل بوستر على البلاستيك، وكل يوم طبعا في جديد، وكل يوم في ابديت جديد، وكل يوم في ماتيريال جديد بيطلع. عالم الطباعة ما بيخلص. الشغل اللي هو بيبقى حاجات بارزة وثمرة بندق طالعة من الكرتونة ومش عارف ومثلا عنقود عنب أو رئة مثلا لدواء، علبة دواء الرئة طالعة شكلها بيدي صحة كده للبني آدم، انت عايز تقول ان الدواء ده بيعالج مزبور. حاجات في الرئة. انا قلت لحضرتك الحاجات دي، الافكار دي بتيجي منين؟ الافكار دي طبعا بتيجي هنا، يعني احنا لو جالنا ديزاين جاهز فاحنا بنشوف الفكرة هنا تتحط فين. هو بيجيبها لك مطبوعة لكن مش بارزة. هو المكنة هنا بتطبع، لكن هي المكنة برضو الطباعة الديجيتال عبارة عن منظومة متكاملة، بس كلها ديجيتال طبعا، يعني الأوفست له منظومته والديجيتال له منظومته، ولكن البارز أو الإمبوزنج أو التسبوزنج اللي هو البارز والغاطس ده له مكان تاني. الفويل بألوانها مثلا ليها مكان تاني، الفويل اللي هو الذهبي بالظبط، الحبر المتالي برونز بالظبط. الحبر المتالي النهاردة في أكتر من 40 نوع. النهارده احنا كنا مثلا من 10 سنين ما كانش فيه غير الجولد او السيلفر، النهارده احنا بنمتلك اكتر من 40 نوع. شهاب هو اصغر ابناء المهندس مدحت السويدي، وهو مسؤول عن التطوير ومعجون طباعه. ركزوا معاه. دايما المنتج ما بيتشلش من على الرف في اول مره في سوبر ماركت الا من خلال العبوه بتاعته الخارجيه. كلام صحيح طبعا. جوده المنتج هي اللي بتخليني بعد كده يبقى فيه ولاء واستمر في عمليه الشراء او لا. تمام. بتفكر ازاي بقى مع كل منتج جديد؟ مثلا في حد بيكلمني يقول لي ان انا ببدا بروجكت جديد، فان انا عايز انزل بباكج يكون قوي جدا، انا احب افهم الاول فكرته تكون ازاي، هيكون المنافس بتاعه مين، علشان ان انا اقدر اشوف المنافس بتاعه الباكينج بتاعه شكله ازاي. طبعا بعد كده هو بيشرح لي الفكره بتاعته، انا بقى ببدا افهم الفكره بتاعتي ازاي اطبقها على ارض الواقع. بعد ما بفهم منه على ارض الواقع بعمل التصميم، بعد ما بنعمل التصميم انا بعمل عينه سوفت زي اللي ياخدها منتج تام. تمام. بعد كده بوديها له، هو بيشوف بقى كل الافكتس اللي احنا ممكن نقدر نعملها. اول ما يشوف العينه ممكن يقول لي تعديل، فالتعديل اللي احنا بنقدر نعمله بعد كده ان احنا نبدا نعدله تاني. الناس اللي انت بتضيف لشغلهم وبتعدل المنتج بتاعهم، ازاي بتقدر تقنعهم بالتعديل ده؟ يعني هو جاي لك مع تصميم ومقتنع بيه تماما، ازاي تقدر تغير فكره؟ اكيد طبعا ببدا ان انا افهم، اشوف التصميم بتاعه ده احنا ممكن نقدر نضيف له ايه، بعد كده ببدا ان انا اجيب له عينات اكون انا عاملها فعلا وسلمتها للشركات قبل كده، فهو بيبدا يشوف العينه دي هي لو اتعملت على البرودكت بتاعه هيكون شكلها ازاي. يعني مثلا ممكن مثلا هو ما يكونش متخيل هوت فويل مع الامبوزنج مع السبوت يو في، هو مش فاهم الافكار دي اللي هي ايه بقى الحاجات اللي انت قلتها. يعني الهوت فويل دوت بيكون اللي هو اللي بيلمع بيكون لميع ذهبي فضي احمر نحاسي، بيبقى فيه منه الوان كتير جدا. الامبوزنج ده بتقسم الشكل الى 3D. يعني شكل مثلا دوت تعمل له العلبه بارزه، العنب تعمل له مثلا عود عنب بارز. تمام مظبوط بالفعل. السبوت يو في ده بتكون فرخه تعمل له فرخه بارزه
صح ولا لا؟ تمام طبعا مظبوط. السبوت يو في ده بتكون حاجه بتلمع بس بتكون على منطقه معينه، يعني مثلا هو حاطط شوكليت فاحنا بنقدر ان احنا ننزل له السبوت يو في دوت على الشوكليت، فالشوكليت تكون باينه جدا وبارزه وبتلمع. اللي قدام حضراتكم دي من اعمده دار مدحت السويدي للطباعه سماء شهاب مسؤوله التسويق والابتكار، دماغها ذهب، وكل المنتجات اللي قدام حضراتكم شاركت في تصميمها وخصوصا عبوات الاعياد والمناسبات. وخلي بال حضراتكم هي مسؤوله عن شركه منبثقه من دار مدحت السويدي للطباعه، ومهمتها تقديم حلول لتعبئه المنتجات في عبوات ورقيه متميزه، وكمان هي مسؤوله عن مدرسه المهندس مدحت السويدي لتكنولوجيا الطباعه اللي اسسوها بالتعاون مع وزاره التعليم، وهدفها تدريب الطلاب على احدث تكنولوجيات الطباعه. انت دلوقتي في حاجه اتعملت في مجموعه عجباني قوي، ايبس، شركه بتقدم حلول مهمه جدا للي بيحب منتجه، عايز اعرف ايه الحلول. احنا بنعمل في الشركه دي ثلاث حاجات. بنعمل منتج، يعني مثلا حضرتك احنا عندنا في القطاع الغذائي عندنا قاعده عريضه جدا، بيجي اي عميله مثلا من الناس المشروعات الصغيره والمتوسطه، بنوته بتبيع حاجه بتعملها بايديها، مشغولات يدويه، حد بيعمل بيخبز بعض الحاجات في البيوت اللي بتدعمها، اللي حاجات البيكري البسيطه دي، الشوكولاتات، الحاجات دي البسيطه، وبتكون هي تابعه برضو الهيئات بتشرف عليها وكده. بتيجي تقول ايه، انا يا جماعه بتروح تشتري علب من الناس بتوع التعبئه والتغليف، لما تيجي تلاقي علبه طالعه من مكان واخد شهاده معتمده لسلامة الغذاء وتاخدها وكمان عليها اسمها من أول 50 و100 قطعة، يبقى ده حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ ممتازة طبعا. طب هي مش هتفكر، هي ما تفكرش تخبط أصلا على مطبعة، ده يكبرها بسرعة. أيوة، وهي ما تفكرش تخبط على مطبعة تخاف. أنا بقولها تعالي الحل ده موجود. طب المطبوعات داخلة في كل حاجة في حياتنا، في حاجات بتبقى مناسبات، يعني احنا كمطبعه زي ما بنعمل العلبه الحلوه حاجه شفتها، احنا عاملين كراريس وكتالوجات وحاجات كده، نيجي في موسم الدراسه بنعمل كراريس. يعني احنا السنه دي مثلا في الموسم الدراسي ده اكتشفنا ان في مشكله في البلاستيك شويه والجلاد، عارف الجلاد مش متوفر. عملت ايه؟ لا بالماء، طبعت الكراسه متجلده، هي بالجلاد بتاعها، لونها احمر، لونها اخضر، لونها ما هي امكانيات المكنه دي بتوفر. طب الكرتون بتاعها ده قوي انه ما تتقطعش؟ قوي وعليه طبقه سلوفان، ولو وقعت عليه ميه يستحمي زيه زي اي كشف. يعني عايزين رياضه اخضر، عايزين مش عارف علوم يبقى الجلاد احمر. بالزبط. انت خليت الغرف نفسه كده. بالظبط كده. وعملته كمان باشكال في باترن، يعني الرسمه كده بتاعت الاحمر عشان كل اللي عاجبه شكل يلاقيه. ونزلنا ونزلنا في معارض، والولاد اشترت الحكايه دي وكانوا معجبين بيها جدا الامهات. فده الشركه اي اي بي اس بتعمله، بتقدم كمان بقى بعض الاستشارات التسويقيه واستشارات في مجال الاعمال، لان احنا يعني مثلا حد عايز يعمل براند للمنتج بتاعه، هو انا بيجي لي ناس هنا باي ذا واي، يعني هو مثلا جايب علبه برفان، طب تعال احنا هنعمل لك الخطه ونأسس لك الموضوع ده كله. طبعا بتساعديه في التسويق. ممتاز. ايوه، بنعمل له الشغل بتاعها، الدعايه بتاعتها، اسم البراند بتاعها، واحنا الحمد لله طبعا بالحفاظ على سريه العملاء وكل حاجه، بس احنا بنبقى الى حد ما كبير شايفين السوق. ايه تاني من الحلول بتاعتك؟ الحلول مثلا عندك يعني مثلا الايدي العامله الماهره المدربه، كيفيه اختيارها وتوظيفها، وان انت تاخد منها اكثر كفاءه ممكنه، دي برضو حاجه في عندنا فيها شويه نقص في مصر. ده من خلال الإبس بتوفريه؟ بالظبط، بنوفره للي بيطلب يعني، او للي عايز، او اللي لصاحب العمل يعني، لصاحب العمل، للمنشاه عامه. كمان تطوير المنتج، ما هو بص حضرتك كل شركه بتبتدي، مش بتبتدي بمنتج وبتبقى مهتمه بيه قوي، بيبقى البيبي بتاعها بيكبر خلاص بقى، هو ايه واخد طريقه في الحياه، مش مشكله. يجي بعد كده اما يكبر يلاقي ده انا سبته كبر وبقى فيه غيره وبقوا بينافسوه، يقول لا طب انا عايز بقى اشتغل عليه شويه، ادي له كورسات واطوره، كورسات بقى يبدا يفوق المنتج بتاعه، احلي بقى المنتج بتاعي، اعمل له كذا حجم، اعمل له كذا شكل، طب ازاي الحجم مثلا عبوه مثلا بتشيل كذا، طب اعمل منها حجم اصغر علشان موجه الغلاء، علشان حاجه مثلا اعمل منها عبوه التوفير فيها اكتر من ايتم. هو كل الحاجات ديت كلها ممكن ما بتبقاش عنده في تفكيره. تعالوا بقى نتعرف على نظام الشغل في دار مدحت السويدي للطباعه من الدكتور كريم مدحت السويدي، 25 سنة خبرة، وهو المسؤول الأول عن إدارة المطبعة بالكامل وتطويرها، هو بتاع شغل وبس. وعلى فكرة هو حافظ إمكانيات كل ماكينة في المطبعة وقدرة كل عامل وفني ومهندس، ودايما لمساته بتفرق في أي منتج بيشتغلوا عليه. ركزوا معاه. الورق يا دكتور، احنا شغلانتنا قايمة على الورق، ومعنى كده ان انت تكلفتك هتزيد، يعني لما تجيب معده ب 42 مليون جنيه اكيد الورق اللي هتطلعه ده ذهب. تمام. طيب عندك اللي يستوعب السعر ده والزياده دي؟ وحضرتك المكنه ديت بتهدف للجوده الكويسه
والكميات القليلة. ما ده اللي هو بيفكر ككوست، اللي هو طبع في الأوفست مثلا 10,000 علبة وحطهم في المخزن عنده، أنا ممكن أعمل له كل باتش بتاعته 1,000 أو 2,000 علبة من كل نوع، فبالتالي هو وفر فلوس. فالنقطة من هنا اللي هو يفكر اللي هو يغير منتج الديجيتال مكان الأوفست، والألوان اللي ما كانتش بتطلع الأوفست أو ثبات الألوان ده طبعا بيطلع على الديجيتال، وكان اللون اللي هو كان عينه ما بتشوفوش في الطباعة الأوفست طبعا بيشوفه هنا، وجودة الديجيتال أعلى من الأوفست. وطبعا الأولى والأخيرة الكميات الصغيرة. خلي بال حضراتكم، النقطة اللي هتكلم عليها دلوقتي مهمة جدا. تعرف حضرتك أن من خلال الطباعة بقى ممكن تحمي عبوتك من الغش والتقليد عن طريق العلامات الضوئية اللي بتدي ألوان مختلفة للعبوة، أو فكرة المايكرو تكست، ودي جملة بتتكتب لتعريف المنتج بخط دقيق جدا، والعين المجردة مستحيل تكتشفه وبتشوفه مجرد خط، ولكن مع استخدام المكبر بتظهر الحروف، يعني بيبقى تصميم مؤمن لعبوة المنتج. الناس اللي هنا دربناهم ازاي عشان نقدر نقول ان دول حراس السويد للطباعة؟ طبعا كل الناس اللي عاملين اللي هنا دربناهم على كل حاجه جديده احنا بنجيبها، على افكار جديده، وبيكون عندنا هنا المشرفين والوسائل الاقسام، وانا منهم اي بعلم الناس، كل واحد بيتعلم بيدي معلومه جديده للي قبليه ما كانش متخيلها او ما كانش عارفها. بيقولوا لي ان انت اللي بتنزل تصلح المكن لو باظ، ده بجد؟ انا المكن الجديد الحمد لله انا بطلع اخد دوراته بره، وقبل ما بنشتريه بنعرف كل حاجه فيه بره. يعني لو مكنه باظت انت اللي تنزل تصلحها؟ انا خبرتي ما شاء الله، نقدر اعمله واعمله ونقدر اعمله، بنكون في وكيل معانا طبعا في مصر كمل ورانا، طبعا عنده قطع غيار، عنده الكتالوج الخاص بالمصنع غير الكتالوج الاوبريتور، الكلام ده كله بيكون عن طريق التوكيل. ان اكيد عنده دكتور مصانع المطابع العالميه شفتها، زرت دخلت زرنا مطابع بره وزرنا الناس، دخلوا مكن ديجيتال اللي هي كانت عندنا دلوقتي 15,000 او 30,000، ده وقفوا المكن الأوفست الموديل ألفينات 2010 2015، وقفوها واشتغلوا كله على الديجيتال، إن طباعة سريعة ووقتها أقل، والعميل بيستلم بعد يومين أو بعد يوم حسب المنتج أو حسب الإضافات اللي هتنضاف فيه، سواء هوت فويل أو سواء إمبوزنج أو كل الكلام ده بيفرق في الوقت. وطبعا كل الكلام ده إحنا جايبين التكنولوجيا دي من بره، شفنا مطابع بره عاملة الكلام ده. دار المهندس مدحت السويدي مدرسة بجد في الطباعة والتغليف والتعبئة، صناعات غذائية، حاصلات زراعية، حلويات بأنواعها، شوكولاتة، بسكويت، وكمان الحبوب والعطارة، حاجة شيك ورقية وأفكار ما بتنتهيش، وده قمة النجاح. تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان في مصنع كيوبي الهندسية في محافظة الدقهلية لتصميم وتصنيع خطوط الإنتاج الخاصة بتعبئة السوائل الغذائية والدوائية والكيميائية في عبوات البلاستيك والصفيح والزجاج، والذي أسسه المهندس علي أبو زيد وشريكة حياته المهندسة إيمان حسن، وأنتج نحو 1000 خط تعبئة تنتشر في مختلف المصانع المحلية والإفريقية.